عندك ابو فهد بزمان ما بدينا. والله عاد هالمره انا طالبك طلبه تبدا من حمد. من حمد؟ تم. لا واني بعلمك لكن اليوم خليتني ابدا ولا احد صاد. ها؟ انا رد. لا كان مكانك غير. استبخ اي اليوم في النص. ابشر بس عدل. لا اليوم لا بس ليش بعد؟ ابشر بس عدل. تفضل ابشر بس عدل. برشح عقب اقول ما حد بصايد. لا ان شاء الله لا ما اقلد واحد من ربعنا. قولوا لا اله الا الله. حق حق. اقم الصلاه. اول شيء انا فاتح على صفحه 18 صبر. اول شيء الله يسلمكم ارشح جميع اخواني المتسابقين، ارشح ولدي شاهين بن خالد بن شاهين من غانم الغانم، وارشح فريق البيرق، وارشح الله يسلمك محمد بن صالح القمره، علي بن سعيد بن تويم النخس بن ثيب، ناصر بن احمد بن مبارك الربيع الكواري بر قطر مشارك بكره كفو بس العقال على صوب. ها؟ قال على صوت والله ما ادري عنه ولكن لحظه زين لحظه شو ليش كاتب رشد الخاطر؟ ها رقم ابو خاطر؟ لا ليش رقم راشد الخاطر؟ راشد بن عبد الله الخاطر؟ ايه يسولف عن الشهيد؟ لا انا دائما اذا حد صلح لي كلامه ايه؟ اكتب راشد شوف ويشرفني اني اكتب راشد بن عبد الله الخاطر ابو عبد الله. نعم وعلمهم هولي. اخواني مخرجنا ما كل يوم بلبس لك بشت ركز علي هنا ركز في طير رقم 18 محمد علي بن محمد بن علي الجميل التميمي طيره اسمه عباس وعباس يا عباس تذكره بكره ان شاء الله. عباس كم نجمه؟ والله اني حاط عنده اربع نجمات والله شفر اربع نجمات حاط عنده هذا واحد. الثاني محمد بن يوسف بن دسمان بن دسمان الكواري طيره اسمه مقدام. شوف عباس وعباس 18 عباس ومقدام لكن عباس حطه من قوسين. اعدام طير حمد بن بخيت بن سعيد المنخس. واخي الصعب فيه واحد من الاخوان لقبناه في مرمين الصعب اللي هو عبد الله بن جابر المنخس واخوانه وعندهم طير مسمينه على الوالد سعيد بن حمد الجميل مسمينه النشمي. يستاهل والنشمي عندنا اثنين الوالد وما عليكم زود كلكم ولكن هذا نداءهم بالجهاز اللي هو الوالد محمد بن احمد المهندي والوالد سعيد بن حمد الجميله هم مسمين الطير على الوالد ونعم بثري ما عليك زود وباقي الاخوان الله يوفقهم ولكن تذكروا عباس خلاص عباس اروح له فدوه ارجع له بايش كم زين الصيد بكره ايه؟ اذا هي اقل من خمس علي حق عليك عشاء علي عشاء تم كم العشاء عشاء مره هدا كفو يا ابو سعيد انا ترشيح عندي بكره اول ما ابدا به فريق البيرق لبيك ابو سعيد هذا معاه قلبا وقالبا ومناحر معاه يعني فداك روح روح لا شاء الله فك له من ترشيحك ماني برد عليك يا خالي بعد عانك لو قرا على الطير وعندنا الشيخ ثاني بن عبد الله عليه ترشيح والله ما شفت اسم هذا والرشح عباس عباس والله عاد يا عباس اي تكفى يا عباس اربع نجوم يقول لك لا تخلي شو اسمه يسحبونا المهم وغانم بن علي بن عبد الله المسند ولدنا غانم بن علي ابو سعد انا اخطيت بديت كنت تعطيني من وقتك ثاني خذ عشر انا اخطيت في تفضل الطير اللي جهزه عبد الله بن جابر الملخص لكن راعي الطير جديد في هذه المسابقه وجاي بقوه ويقطع بخامس السلام حمد البريدي اللي هو حمد بن سعيد بن حمد بن شبنان البريدي نعم هو اللي جاي بقوه ونعم. انا اعتذر انا كتبت الصعب ولا عاد شفت الاسم انا عارف تفضل جايين بقوه انا وقفت عند غانم بن علي بن عبد الله المسند وعند عبد الله بن عامر بن حمد بن ديه الكعبي هاي اللي رشحتهم اللي احنا نرجع ونقول احنا يعني ما عندنا معلومات يمكن حمد عنده معلومات يمكن زامل عنده معلومات انا ما عندي معلومات عن الطيور ما شفت الطيور انا ارشح ريايل بحسب ادائهم وبحسب اللي قد مثل ثاني قد تاهل عنده طير تاهل فانا يعني ارشح ان هذا لكن الطيور يعطونك معلومات وانت كنا مو بصايدين لا انا ما اعرف عن الطيور انا لما اقول مثلا ان شو اسمه عبد الله فخر وسحبهم على ويوهم انا قصدي في الطيور مش قصدي في الريايل يعني خلاص انا اقول لك يعني عشان ما بكره ان شاء الله الصيد ان شاء الله بكره الصيد ان شاء الله ثلاث الله اكبر زين بو ربيع الشيخ ثاني بن عبد الله بن محمد ال ثاني علي بن محمد عباس والله ما اندرى حمد لبيك علي بن محمد التميمي اي عليك طيره عباس محمد بن يوسف بن دسمال خالد بن علي بن حسن المهندي المنخس موجودين المسند عبد الله بن عامر الكعبي
شاهي بن خالد بن شاهين الغانم، الخياري بن عقيل، مذيعنا برقطر محمد بن تركي. هل الكويت موجودين يا ابو فهد؟ صحيح، رقم 8. ايه مع اهل الكويت ومع البيرقة رايحين مع ناحري. انا ما عندي خلفيه عن باقي الطيور، عندي خلفيه عن طير واحد. ايوه بتوقع ثلاث ان شاء الله بكره. عندي خلفيه عن طير واحد اللي هو طير طالب بن حمد بن تيوم الملخص، هذا ابو صقار مميز غني عن التعريف. صحيح، والطير قوي وطيب ان شاء الله، وان شاء الله البيرق اذا موجود بعد موجود. ابشر مش عادك وبشر عندنا بكره. اول شيء انا عندي تنويه وشكر حق اخوي علي بن سلطان حميدي رئيس لجنه الهدد، هم راجعوا هدد اخوي غانم من علي المسند وعادوا اعطوه اعاده، نشكر اللجنه عليه. اليوم يا راشد ولا غيره؟ تاريخ 28. زين، يستاهل اعادته بكره ولا عقب بكره؟ 28 ثمان بعد بكره. يستاهل وكفو كفو يا علي، اخر مجموعه يستاهل. طبعا عندنا شاهين بن خالد بن شاهين الغانم فريق البيرق، علي بن محمد تميمي وبقوه، غانم بن علي المسند، البريدي، القمره، المنخس، راشد بن عيسى المسيفري، هذا احط عليه خمس نجوم. خمس نجوم، نعم. الله يفكنا سجل عندك يا ابو سعد النجوم انت. خلي النجوم عندي يا جماعه، تقول احمد الكواري والصيد ان شاء الله خمس ان شاء الله. عندنا فريق البيرق وعندنا محمد تركي العلي وخالد بن سالم العازمي وخالد بن علي المهندي، عندنا راشد المنخس وحمد بخيت المنخس وعبد الله متعب المنخس، عندنا حمد بن سعيد البريدي رقم 31، عندنا راشد بن عيسى السند البسيفري، ولكن عندنا رقم 32 الطير اسمه طويرش. سجل يا حمد الجميله. طويرش، طويرش طير اخوي علي بن صالح السناري. ونعم، وتذكرني بكره في التعليق. سلام عليكم، وفضل التوفيق ان شاء الله. بكره في السياره اقول عشان ابي تذكرك. كم تتوقع؟ والله الصيد اتوقع ثلاث ان شاء الله. زود حمدان شيء من الاسرار. اتمنى التوفيق حق الجميع. فريق البيرق، خالد بن علي المهندي، محمد بن صالح القمرة، ناصر بن أحمد الكواري. أبو سعيد لبيك، لبيت حاج، ركز على خالد بن علي المهندي بكرة. كم؟ رقم 8 توقع. تنتي أبو ناصر. ناصر والله أبشرك واجد الربع بكرة، عسى الله يوفقهم إن شاء الله. رقم 7 عبد الله بن سالم من دلها مال فيد، رقم 8 خالد بن سالم الدريويش العازمي من الكويت، مرحبا به عند اخوانه. رقم 8 خالد بن علي محمد الحسن المهندي. رقم 13 محمد بن صالح القمره. الشيخ ثاني بن عبد الله موجود. محمد بن علي محمد ال جميل التميمي صاحب عباس. مبارك بن سالم مال خجيم. مبارك بن عبد الله بن مبارك الكدادي الهاجري. نايف بن حمد بن طالب. المناخس موجودين. والله اسماء على ما قال طيبه. تكفر. السناري واجد والله واجد. بن سويحيت، الشباب كلهم موجود عسى الله يوفقهم. توقع كم المناخ ساكيد لهم يا خليل لهم اسم. بديت خشمك ولا يهون اخواني، هذا صاحب عباس محمد التميمي. كلنا الحين رشحنا بكره ما صاد طيره. لا انا ما مشويات من شاطر عباس تجيبها لنا هني. كيفك بناس عشان يغدي عباس. اتمنى اتوقع ثلاثة بكره. ثلاث ثلاث ابو فهد.